يعني انا بما ان امثل الايزيديين وانا صوتهم الذي لا يستطيعون ان يوصلوه الى الدول القويه مثل الولايات المتحده لدينا أربعة نقاط نحن نريد أن نركز عليها مسألة المختطفين مسألة تسليح الإيزيدين للدفاع عنهم مسألة مساعدة النازحين ومسألة أخرى مهمة هي الحماية الدولية في المستقبل القريب لو استطعنا دحر داعش لن نستطيع لن لم يبقى لدينا الثقه للعوده الى مناطقنا، فقدنا الثقه بالاخر. لدينا جذور عريقه ولكن الحملات الاباده التي حصلت علينا عبر التاريخ وبالاخص اخر حمله اباده جماعيه افقدتنا الثقه بكل شيء، لهذا انا لا الوم اي احد. عندما يريد الهجرة إلى الخارج وأنا عندما صرحت أنه فتح أبواب الهجرة كان بضغط من الناس الذين يريدون ذلك ويتكلمون أنه يحتاجون إلى هجرة ولكن في نفس الوقت هناك أناس يريدون البقاء في العراق، يريدون البقاء في سنجار مهما كانت الظروف، لهذا أنا بتصوري أنه في هذه المرحلة أنا مع عدم تفريغ العراق من الآيزيديين ولكن لا أستطيع أن أجبر شخص فقد ثمانية وستين شخص من عائلته بضمنه أبناءه بناته أحفاده زوجته أمه أخوانه فقد ثمانية وستين شخص أمام عينه لا أستطيع أن أجبره ليعود ليعيش في نفس المسكن ومن قتل عائلته كان جاره المسلم الاتهام الاول سيكون للدول الداعمه للارهاب والتي تدعم هكذا تنظيمات والاتهام الثاني سيكون للقرى العربيه السنيه الجاره الذي كنا نعيش معا كاخوان جيران كاصدقاء منذ مئات السنوات كيف ساعدوا داعش وادخلوهم قرانا وقتلونا الاتهام الآخر للناس اللي كانوا ساكنين معنا طوال هذه السنين كيف ساعدوا داعش وخطفوا وقتلوا الأيزيديين كان على الحكومة العراقية وأيضا على حكومة إقليم كردستان الدفاع أكثر عن سنجار